مرحبا كاملين سليم الوالي ورشيد الوالي. هذا الزوق ديالنا الزوق الرسمي داكور رضا وليد سليم عرفت عليك انت اييه جاي معك الوليد لا ضروري ضروري الوليد هادشي فادر اند سان لا حيت داولو اسمح لي اللي ما شوف داولو البيرمي وجي تصايق بيه الو لي زوين فيكم عندكم واحد العلاقه ماشي ديال الاب مع الولد صحاب وهادشي لاحظنا التعليق بزاف ياه وهادشي لاحظنا خصوصا في البرنامج اللي درتو سيغ انترنيت سميتو بودكاست انا واش هاد لا فيوزيون يلاه بدات ولا من زمان ملي كنتي صغير وانت مع ال جاوب لا نجاوب لا هذا من الصغر صاك بك لا من الصغر ملي كنت صغير جات ايبر اكتيف واللي كان زعما كيعرف كيفاش يتعامل معايا حيت كانت الانرجي ديالي فغيمون طالعه بزاف اللي كان كيعرف كيفاش زعما يتعامل معايا هو الوالد ديالي باقي عقلت شحال مرة كنت في المدرسة خصني نجلس 4 ديال السوايع زعما في الكور عندنا ساعتين موراها استراحة ديال 10 دقائق موراها ساعتين انا كانت بزاف عليا قال لي شحال مرة كيجي شنو اللي كان بزاف عندك زعما باش نبقى جالس بحال هكا في القسم ما كنتبع كان خصني ضروري زعما نوض كنت هذا هو داك لي مون بيرتيرباتور زعما ولكن كنضحك كنخشب زعما قامة قال الوالد شحال مرة كان كيهزني بالطوموبيل وكان كيديني للبحر باش كيلعب معايا وكنجريه ويتو باش هذا كنعيا شي شويه باش كندخل وكنجلس باش كنقدر نجلس في القسم اي بحال هكا بدات هذيك لا غولاسيون دي بيناتنا باش تفهم حيت غتجي مغربه بمعنى عندهم من 8 ل 12 ومن بعد كيوقفوا يتغداو ساعه نص ساعه ولا ساعه وكيرجع في العشيه انا في هذاك 11 ونص كنجي موراه باش كندي كياكل ساندويتش ونعومو في لابيسين ولا البحر وهذا باش يترهق ومنين يجي في العشيه كيجي يدير كوم سا باش يقدر يكمل الدرس سينو الانرجي اللي كانت عنده كثر ربع ساعة الأولى كيكون فهم الدرس 45 دقيقة اللي بقات كيبقى يدير بحال هكا كوم هو فيزيكمون كان كبير وغليظ داو هذا دونك كيحرك ملي كينوض كيحرك الطابلة دونك النص ديال القسم كيسحر انا ما فهمت واحد الحاجة دابا علاش بديت كنفهم واحد الحاجة مي تبارك الله دابا يلاه خديتي تخرجتي من الأخوين نفس الحاجه كانت كديرها معايا الوالده صوف كو المشكل انا ملي كنت تندخل للقسم ها زرعوا عليا في 4 ايام شي الفرق ما فهمتش انا كيفاش زعما كنتي كتعيا وكنتي تبارك الله زعما مشيتي بعيد الحمد لله و هاد لي مومون اللي كنا كندوزو مع بعضياتنا بيان سور قوه العلاقه اللي بيناتنا وليت هذا كارتاح مع هذا اكثر كيفاش قوه العلاقه مجوج هو كيفاش ما فهمتش قوه العلاقه فهمتش تفضل 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 كمل المهم هذا وليت هذا كارتاح معاه ولينا كنشاركو كلشي ملي كنحمس قبل ملي كنشوف هذا راسي في التصاور لكن هذا اون فيت هذا نرجعو ليه من بعد هادي وقيله هنايا ابخي ما بديت ديك الساعه كنتريني الحمد لله لاج دو 15 اون كان جافي بيردي 23 كيلو على في 4 موا بي سي فري غادي من بعد نبغي غادي نهضر غادي نبغي نعرف انا هادي حيت انا نحتاج في هاد القضيه كيفاش كيفاش زعما الواحد يطيح 23 كيلو بطريقه بزاف عاقل كنت ديك الساعه الاج دو 15 كان فيه 100 كيلو وكان الوالد جالس هذا تماك في لورديناتور كان كيطابي انا مع عمري ما كنت جيت عنده بحال هكا جالس في بيت الناس قلت ليه وليد بغيت نقص 20 كيلو باقي عاقل هو يدور عندي بحال هكا كان في البيسي دار عندي هو يطلق واحد الضحكه قلت له لا راه بغيت نقص 20 كيلو داير خلص عليا لاصال قال لي صافي واش هي لاصال قلت له عندي حاجه اخرى الا نقصت 20 كيلو شري لي ماك قال لي سكوا ماك شنو هاد ماك شرحت له قلت له ستان بيسي وكل شيء ابخي 4 موا كيقول لي ولدي الله يرضي عليك عافاك حبس نشيك ماك شيك قلت له يلاه داك السريح بس انا راه ما خديتي لا لي برودوي لي كومبليمون لي لوال لي تي كونتر علاش لا حيت الحاجه اللي كتمشي طبيعيه الدات ديالنا كيتعقلم مع بطريقه طبيعيه وكل ما خدات الوقت طوميو ملي كيطيح دغيا كيخلق مشاكل في الدات ديالو اي سا كيبانو دي بروبليم انا سي فري كانت تقريبا في 100
102 بحال هكا وكنت جوستمون الخدع السينمائيه 102 وكنت خديت شريت دي كومبليمون هذاك الشيء شريت تقريبا شي 5000 درهم وطيحت الحمد لله طيحت 5000 درهم اللي مشات هذا الصوره دابا عاد بانس ديال العمره اللي ماشي هذه اللي قبل منها اول مره وشكون اللي غيديني اول مره للعمره سي تي سي عرفتي فغيم واحد زوينه هاد لانكدوت هادي الصراحه فازي مالو صافي حنا بقاو دابا حنا بقينا عاودوا صافي انا غادي نتفرج فيكم اليوم انا كنجيب يلاه دابا بحال كنتفرج بودكاست صافي مرحبا انا كنت بدا في واحد البرنامج في 2009 مشيت واحد البرنامج سميتو عيس السفاري جي سور بان كاينين لي جو اللي كيعرفوا والحمد لله مشيت حتى للامريكان شهر لا وسكي اكستراوردينير باش يعرفوها لي جون وسي سي كو خمسه ولا اربعه المرات انت كتسجل كل عام وما كيتقبلش وبقى ملحاح انه لا بدا يمثل المغرب في هذاك المسابقه هذا كنا كنصليو كيصلي معايا الوالد وشحال مره كنكون بحال هكا كندعي وكنقول لك اوت فوا حتى ديما كيبقى يقول لي ملي تسجد هذا ديما دعي اوت فوا يا بنت قبل في عيد السفر يا بنت قبل في عيد السفر هذا بقيت حتى دوزت انترفيو باقا الانترفيو كاينه في سيغ انترنيت مي سي فري هاد الخدي ديال انا كنطرات ليا مع واحد السيد كنت كنصليو كنسمع يا ربي تجيب لي لا سي كولابوراسيون يا دخلت انفلونسور راه كله واش كيطلب الحمد لله تقبلت مشيت دوزت داك الشهر رجعت اي بو لا بروميير فوا ابري دي موا عاودوا عيطوا لينا وقالوا لينا باش نمشيو نديروا واحد الاشهار في السعوديه خاص واحد يمشي معايا غادي باش يكون لا كومبانيون ديالي جا معايا الوالد مشينا تماك وصلنا للمطار ديال تركيا حنا غادي نمشيو الرياض وفي المطار كاينين هذوك الناس اللي لابسين الاحرام وغادي يمشيو لمكه ما عمري ما سالاج دو 11 الوالد جا شافهم بدا كيبكي وقال سعداتهم انا باقي ما فهمتش واش قاعده شنو واقع عليه اكزاكتومون المهم مشينا طلعنا الطياره ووصلنا هذا الرياض كنزلو كنوصلو لوطيل كنلقاو هذاك اللي كيتكلف بلي باجاج مغربي عجبو الحال بيان سور سي رشيد مرحبا الله وداو ديك الساعه في 2010 الله فينا كيعطينا الكود ديال الويفي في 2010 راه الكود ديال الويفي راه فريمون زعما تهلا فينا زعما فاتي المعرفه اي مغربي اللي كيمشي شي بلاصه كيوصل للمطار كيقلب على الويفي لا في 2010 هادشي هذا في 2010 كانت في 2010 ابخي هذاك اللي كنتكلفني بالباجاج كيوصل للمدير ديال لوطيل اللي حتى هو مغربي بان راه رشيد الوالي كاين تبغي تكمل هنايا وحنا في الفطور الدراري مشاو يديروا هذاك لا بوبليسيتي وجلس انا والاباء وكيهضروا غيمشيو للعمره قلت لهم كيفاش العمره راه في الليل عندنا الرجوع للمغرب قال لك لا حنا غنمشيو راس اون بو فيغ فيت على محل وهم مشاو باش يدبروا انا بقيت كنتسنى ولدي جا المدير ديال لوطيل هو يقول لي فين مشاو الاخوان قلت له مشاو بغاو يدبروا العمره وقال لي وانت قلت له ما نقدرش اولا ما عمري درت ديك الساعه عمره وما ما نعرفش كيفاش نديروا هذاك الشيء والاجراءات وهذا سي ترو صعيب قال لي واخا فين غتكون قلت له نكون في البيت قال لي واخا مع 12 وعيطوا لي من ريسبسيون خرج عند لوطيل عند المدير خرجت عنده قال لي ركب في هذاك الطاكسي انت ولدك قلت له شنو قال لي سير راه الطياره غادي تمشي بلا من الساعه لقيت الشوفور مع دخل هذا المطار لقيت الاخرين اللي مشاو قبل مني ما لقاوش بلاصه وحنا عطانا الاحرام طلعنا في الطياره وصلنا نزلنا تلاقيت واحد المغربي باش نعجل شدينا طاكسي وانا في الطاكسي وغادين ولدي ناعس مرهق مسكين مع العيا والطياره وداك الشيء وانا نديرها وانا نعيط لابتسام انا نقول لها ابتسام شنو هو احسن حاجه يعطيني الله في هذا النهار كوبي حيت كيجيب لي بحال كنصوروا شي فيلم كوبي عاودوا هذه اللحظه هذه كنت كنتفرج فيلم واحد تصحاب راسي فيلم حيت غادي في الطوموبيل جوستمون وانا نتفكر باللي سي لو جور دو مون انيفيرسير اوه وانا نقول لها ابتسام شنو احسن حاجه يعطيني الله في الجور دو مون انيفيرسير تقول لي انا قلت لها بون حلقه الثانيه اقل منك شويه وهي قلت لها راني غادي لمكه غادي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبديت كنبكي سورتو كو اختي الله يرحمها كانت مريضه بالكونسير وكانت عندي امنيه وحده نمشي لبيت الله وندعي معها بالشفاء وكنعقل مع انا نزلت وغادي ننزل كان كيودن ديك الساعه العصر ونزلنا وبقيت كندعي ندعي الله على محل
كانت واحد المغامرة اكستر ودينا وسي غراس اساليم دونك البركه باش تعرفها ما تعرفهاش فين غادي تمشي وكان بالنسبه له بحال هذيك التمارين دوزت معاه وداك الشيء كله خلاص عليه صافي خلاص لك الصرف ديالك صافي ومن بعد ولينا صحاب صافي الوغ الناس اكتشفوكم بانكم صحاب خصوصا من بودكاست هنا تعرفوا عليكم اكثر شوفوا بعض المقاطع من بودكاست ونهضروا على هادشي علما ان البكالوريا في حد ذاته والله لا يساوي شيء حتى حاجه ما كيغيرها في حياتك مي كتسمح ليك باش تمشي تقيد شي مدارس واحد البيبه كتحلك باش كتمشي لشي حاجه ولكن زعما كنظن اننا كنعطيوها اهميه اكثر من اللي تستحقها ولهذا كيكون العامل ديال البسيشيك اللي على الناس اكبر من النتائج في حد ذاتهم لذلك كيمرضوا كيطرى لهم بزاف ديال الحوايج دونك شنو غادي تقول انتي على لي بارون اللي كيبقى يقولوا ولادهم بغيتك تجيب ليا 17 18 انت كتعتبرها بان غير شهاده خصك صافي تجيبها باش تفتح لك الابواب وكاي انا الكونسيبت هو انكم كتهضروا بداك الشيء ديال الحياه اللي كيطرى بين اب مع واي مع الولد ديالو شكون جاتو الفكره بصراحه سليم سوغ انا ديك الساعه كان كيعجبني واحد البودكاستر معروف سميتو جو روغان كان مؤخرا عاد سينا واحد الكونطرا ديال 100 مليون دو دولار مي جمع حتى الفم كان تخيل انت عندك 1 مليون دو دولار خي خطبي من ما لقاش كما لقاش قالك هنايا سيمو لايف لا 100 مليون دو دولار اوكي سميتي سيمو لايف المهم عرفت بان القيمه ديال لي بودكاستور غادي تطلع وبان هاد القضيه هذه بشويه بشويه غادي تبدا تامبليمونطا في المغرب دونك الحمد لله كنا من الاوائل اللي درنا هاد الفكره هذه ولاحظت بان ما كاينش كاع حتى شي واحد اللي كيديرها زعما مع باه ومني كنهضر ديما مع باه زعما فريمون كيعطيني واحد النصائح شي الله يجعل يكون عندي زعما النهار كما بغى يكون ملي كنهضر معاه كنبرد كيبرد لي هذا بحال غير ملي كنتصنت ليه كيبقى يقول الهضره اللي انا باغي نقول هو كيبقى يقولها بلاصتي واش عرفتي الجهد مناش نكتي كتخرى مع 11 ونص كيف يجي موراك في تجري حدا الحر باقي الباور لا حيث اللي زوين هو سليم من نوع اللي كيطرح اسئله بزاف بمعنى الا خليتيه معاك الليل كله ما يحبطش من الاسئله دايوغ ملي كيجيو الضياف كنوجدهم الاسئله ديال سليم راه غادي يطرح لكم اسئله يفوت تعطيه وقت وما يمكنش تكذب عليه باللي كان مرحبا بك عندنا حسن تندخل ماشي مشكل انت انا كنسول بزاف دونك في هذا السن ديال 20-21 عام كيطرح الانسان تساؤلات اول حاجه بدا هي انا ما غنتزوجش دونك أنا أرجع دابا كاينه سيغ انكور غادي تلقاو هذا في السيت ديال يوتيوب فريمون هضرنا في واحد 40 دقيقه هذيك 40 دقيقه فريمون قسمناها الاجزاء لقيتو بينا تبارك الله عليه زعما ستوري تيلينغ ديالو راه سي انكرويابل كيبقى يهضر لك على واحد الجزء ويهضر لك واحد الفكره برينسيپ هضر عليك كامله مورا يتحول لك دابا واحد الطريقه زعما زوينه ما غاديش كتحس براسك حتى غيتمشي واحد الموضوع اخر انا اونطون كو شي واحد اللي قرا كومونيكاسيون انا اول واحد اللي غادي نستافد زعما من هذا الشيء زعما شكون احسن واحد غنستافد منه ادم غير با كديكول دونك انايا بحال تقدر تقول بانني سوكاك اللي كيعيش واحد الفوضى اللي بوزيتيف حيت باغي نعرف العالم كومون سا مارش عاد تخرجت باغي نخدم باغي حتى انا نكون ناجح جو سوي امبيسيو مي هذاك الفوضى هذيك كامله خصني نعرف كيفاش نبقى نخرجها خصني نعرف كيفاش نارتيكولاها وخصني نعرف كيفاش ولكن عرفت واحد القضيه بانك واحد الوقيته جوست ماشي كتهضر ليه تخرجتي باغي دير المونتاج باغي تدير الموسيقى شاري غيتار باغي ندير كلشي قررتي درتي اجتماع مع راسي ما حدي ما بين 20 و30 عام جو لو دووا ليغور نقدر ندير كلشي نجرب صدقاتي هذيك ما صدقاتش صافي هي بقات هي بقات اكسبيريونس 60 70 عام وباقيين في ليغور زعما ماشي في ايوا اسبيرو حنا ما غنديروش كاع حتى 60 70 عام هذيك الساعه ان شاء الله نديرو 40 50 عام صافي خصني نختار الحاجه ولا جوج حوايج اللي انا مزيان فيهم ونكمل فيهم وكاين اللي كيتزوج على 25 26
ياك وليغ كتبدا حتى 60 60 عاد غادي ليغ هذيك 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 هذي زوينه هذه النقطه هذه ديك المراهقه المتاخره هذه خلى الله تدوح الموضوع طويل واخا سي بو صح قبل ما تمشي باش ما غنمشي فين انا غنبقى في الزواج علاش ما بغيتيش تجوج بيان سور ماشي دابا مع الفكره ديال الزواج ماشي دابا واش الكونسيبت ما دخلش لك الراس ياك مرا راجل في دار وحده واش باغي يصيدني هذا ولا لا كيفاش نقدر نقولها زعما باش كما قلت لك انا سي كان دومبيسيو ما يمكن ليش كاع من دابا نرتبط زعما بشي وحده وغادي نعاني وانا وياها واش تبدلت الوقت مش حال هادي باغ اكزومبل شفنا تبدلت الوقت مثلا جدودنا تزوجوا على 17 طون 18 طون كتلقاهم هذاك الوقت الحشمه الوالدين هما اللي لقاوهم هذا الوالد تزوج على 30 على 30 31 عام تاو نفس الكونسيبت 20 30 والوقت غادي وكيصعب دابا ملي كتقول زعما الزواج كتقول واحد المسؤوليه وملي كتقول خصوصا الراجل في المجتمع ديالنا واحد المسؤوليه اللي هي اغلب ديال الوقت كتكون فينانسيير واش تجوج دابا وتبارطاجي المود باس ديالك انستغرام مع مدام هذا اخر انا شوف انا لا تزوج شادي عارف هذا شوف الكاميرا في الكاميرا شدان المهم شوف الا تزوجت هذا الكونت انستغرام ديالي فيسبوك كاع لي مود باس غادي تكون عند مراتي هذه بعدا شوف ما عندي ما نخبي ما نخبي انت كنت قاعد تقول بحال هكا انا ما تقدرش تري الناس صاحبي راه كيتفرجوا فيك سير سير شوف الكاميرا دابا صافي حيت سي كل مره الا بغات الحاجه غتجبدها تجبدها لا كاين اللي داير كونت ديال العيالات وكون ديال الرجاله كاين جوج تليفون ديال البواطا غير ما تجبدوش ديك اللي تبقى في الطوموبيل هذاك بوحدو وعاش خلي التليفون اللي كله فيه الدكتور مصطفى بلومبي عبد الحق هما كلهم بنات بدلوا السبيات كدير بيتزيريا انا كنعترفوا دابا بيتزيريا كتعيط لك مع 12 الليل لا وكيلو انا عندي واحد الصديق ديالي كان داير كاتب انكوني مي كيصوني انكوني انا مرة انكوني ما قدرتش نجاوب انكوني لا 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 بغيتي الموت باس نعطيك ماشي مشكل انا داخل الدار دابا ندخل الدار دابا انا جي دابا تورناج شكرا هو الفكره ديال الزواج نبغي شي شويه نهضر عليه ملي كنسمع الوالد كيهضر على الزواج هضرنا على شي حلقه ولا لا كنشطرش مع الوالد سي الوالد على حسب الهضره ديالو هذا بين كلكان اللي فغامونيه وفي الاول كان مع في علاقه صداقه مع الوالده ديالي وشحال وبدا فغامون ا زيرو الوالد ديك الساعه كان عنده شنو كاين الطوموبيله كانت عندك 127 كانت عنده 127 وبداو سكنوا في الدار ديال والديه سكنوا في واحد البيت انت ما تقدرش دير هادشي دابا ماشي انا اللي ما غاديش نقدر شكون اللي غادي يقبل شكون غادي يقبل فغامون كاين بنات الناس يعني بيان سيغ ولكن قليل اللي غادي تلقاها انت ما تقبلش ماشي بنت الناس يا زلمة ما تصيبنيش قال بحال هاد النقطة لا 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 بحال شكون انا زيد المهم شنو كنقول كان عندهم طوموبيلة وعايشين تجوزنا على النية وسكننا غير في بيت في بريتش المشكلة هو قليل دابا في هاد الوقت هذا اللي فغيمون غادي زعما تقبل حيتاش دابا مع لي ريزو سوسيو مع هادوك الصحابات كتلقى هذاك لونتوغاج حتى هو راه كيعاون دونك انا في الاول كنت كنشوف هذا الحب في واحد النظره اللي هي زوينه بزاف بحال اللي ديال والديا ابري مي دو اسكو كوز اكسبيريونس كتشوف بان سي با لو كا بور تو لو موند دونك دي فومني منك ولا منهم كاملين تخرج كنت عصبي واحد اذا كيتعصب دغيا ما كيبغيش واحد يقول ليه دير هادي ولا ما ديرش هادي كاين شتي لا ماشي عصبي انا كان زعما لي كوراكت والحمد لله ما عمر زعما ما ساليت زعما مع شي وحده زعما بشي طريقه اللي هي خايبه دي زعما اللي حاجه زوينه زعما نقدر نقول شحال كان عندك ديبو بيلون في حياتك حيت ما عرفتش ليش مع شي وحده لان ما فهمتش زعما شحال مره زعما مثلا كتوقع مثلا اون موفيز اكسبيريونس والواحد كيولي كيخرج هذاك الموفيز اكسبيريونس كيخرجها في هذيك اللي كتجي من بعد الحمد لله انا زعما ما عمرها ما وقعت لي هذيك اللي غتجي من بعد ما توقعش ليها اتونسيون لا بعد ديما تسالكم انا صفر بزاف على سليم ولي ورشيد الولي دابا شويه غادي نمشيو باش نديرو واحد لو جو اللي سميتو كاينه ولا ما كايناش جان بيتي بونسي لولدي ادم
غايب عنا لانه كيكمل دابا في امريكان. شفت شفت الفيديو ديالكم في ليغوبور. باي باي التوفيق ان شاء الله. تبعنا له التوفيق يكون سيغتيرمون كيتفرج فينا. الي سيغتيرمون امريكان كيتفرج فينا ما عرفتش. بون دابا شنو غادي نمشيو؟ كرامبيا غنمشيو المسابقه ديالك. ماشي مسابقه غنديروا واحد الجو بيناتنا كاينه ولا ما كايناش باش نشوفكم واش فريمون كتعرفوا على بعضياتكم بزاف ديال الحوايج. بقاو معنا. كتبتوا معنا رشيد الوالي وسليم وليد. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ طلع لي بزاف. راه نسولك بعض الاسئله وغادي نشوفوا الاجوبه ديالكم بعد ما غادي يجي سليم نسولوه نفس الاسئله نشوفوا واش عارف واش كاينه. السؤال يقول لك كاينه ولا ما كايناش؟ واخا غيقول لك كاينه ولا ما كايناش؟ هو غيجاوب كاينه ولا ما كايناش. داكور. فوقاش تزوجتي مع ابتسامي؟ نعم. 96 1996. شنو هي اكثر حاجه كتعصبك؟ قلت الدين، قلت النيه، الغش، الكذوب، كلهم جمعهم. النيه واخا. فين تلاقيتي مع ابتسام؟ بارازار. بارازار هذه سميت قهوه؟ لا مع ابتسام. شوف انا ابتسام راه عارفين ليستوار، كنت كان باغي عندي 15-16 عام وكنت كنشوفها، كنبغي نمشي للمدرسه وكنمشي نشوفها كل نهار، وكنعرفها فوقاش كتدخل المدرسه وفوقاش كتخرج. كانت كان ملي كتاكل الزريعه وكتقوز زهره كنقول مي سي دوماج، وانا واقف بعيد صور واحد بعيد وكيبغي شي وحده 4 سنين وما عمره هضر معاها وهي كتحرك كتاكل الزريعه وكتقول وقفي بحال هكذا فهمتي. وما عمري هضرت معاها بوندون 15 اون حتى لواحد النهار جا واحد الافتتاح واحد الجورنال كانوا دايرين معايا عرضوا علينا في الافتتاح. انا جيت غير باش ندير الصواب وانا غنخرج وهي داخله باش دير الصواب حيت كانت كتعرف هذاك المدير ديال هذا. جا المصور اللي كان صورنا وكان صاحبي قال لي ابتسام بقي ديرها، وقال لها رشيد. قالت لي اه كنعرفو كنت شفت ليه شي حاجه هذه واحد العام، وانا نقول لها اه الا انت هادي عام انا 15 عام اي سي تي الكو دو فودغ 3 موا ابري كنا مزوجين. بارك الله ما شاء الله. أبخو دائما مع ابتسام فين سكنتي أول مرة؟ فينا في أول مرة سكنت في الدار في البيت ديالي اللي كان عندي مع الوالد الوالدة، حيت كان عندي واحد البيت ديالي. دونك منين تزوجنا أنا كونتر أنني ندير الكريدي باش نسكن وباش نعيش وهذاك الشيء، وبغيتها وفي أو ميم طون نبداو من التحت إلا غتمشي معايا جوز كوبو. دونك قبلات وبدينا سي موا عندي. مني بدات كتحمل بدات كتوحم مشينا عند امها، كانت كتعيش بوحدها. فهذيك فهذوك ساهله توحم صيفطها لامها حيت سيتي ديفيسيل. ماما ما كانتش كطيب بزاف وهي طيب مابقاش كتستحملو، وجلسنا عندها عامين اون اتوندون كنت بديت كنبنيو الدار. فهذيك العامين سنينا الدار ديالنا ومشينا. دونك سيتي كوم بيان. شكون اكثر ولا الدور اللي مثلتيه هو كان عزيز عليك في الادوار كاملين اللي مثلتي؟ عزيز علي على القلده، وما عزيز علي بخاصه لانه عنده ارتباط بسليم. واحد الفيلم كنت درتو سميتو عبيرو في صمت، وكان سميتو سليم، وكان جورناليست تري زونيت. ومني مات بقى فيا البيرسوناج حيت مات، وقررت مع نفسي انني الا ولدت وليد غنسميه سليم. من تما هو فين جات؟ انا نقول لك قلت غادي الا ولدت وليد غنسميه سليم، وبقينا ونهار اللي ولدت ابتسام وانا نقول بلاتي يا رشيد علاش هاد الأنانية؟ 9 شهور وهي هزاها في كرشها ضربت التمارة، وتجي أنت في الآخر تفرض سمية جون في غيان ديغ، خليها تختار اللي بغات. هي ولدات ومشيت كنجري عند الوالد الوالدة، أنا فرحان. الوالد ناض من النعاس قلت له راه تولد، وغلط الطبيب ودار لي بحال هكذا. كتعرف هذاك لو بيغ أول مرة شاف فيه ولده بحال هكذا ويقول لي تولد سليم والحمد لله، وأنا نقول هذه السمية. أبا ما كيهضرش باللغة العربية، فهاد الجملة قال تولد سليم زعما بصحه جيده، وانا نقول صافي جات من عند الوالد. بيني وبينك اه صاحبك انا خوك وي حبيبك انا ما سميتيش سليم باش لي بروجي ديالك يدوزوا في القناه الثانيه؟ سليم الشيخ ما كانش ديك الساعه. صافي ما كانوش، كانوا مديرين وحدين اخرين. ماشي مشكل ماشي جاوبتيني ماشي مشكل. تحيه سليم الشيخ. شنو اكثر حاجه كتعصبك في سليم؟ ضروري تكون شي حاجه. بزاف ديال الحوايج. اه وحده الوغ اللي كيعصبني في سليم هو
معجز في شي حوايج كنقولوا مثلا قلب لي على هذاك الحاجه قلب عليها ها هي هي هذه كيجي دور حدا هكذا وكيقول لك ما كايناش فهمتي ما غيديرش فينا التليفون وغيدير ها هو لا غايقول لك ما كاينش من هنا يقول ما كايناش قولوا يقول لك ما لقيتهاش دونك كل ما كنتيش في التمثيل شنو تكون اون بليس كيتردد بزاف ديال الامور كيحسبها بزاف كيكالكولي بزاف نعم كما كنتش في التمثيل كنت كنحلم نكون جورناليست جورناليست واه مزيان 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 حيت كان بالنسبه ليا ان جورناليست سي كيلكان كي بو شانجي لو موند بالناس غيهز لاباري ديالو غيهز ويكتب مقال واي ظلم اي حاجه غيمكن له يشارك في انها تاثر عليها احلف وي في المنظور ديالي احنا في 2021 سي رشيد يقول لي هز التليفون ديالو لاباري ديالو لا حيت انا كنهضر على انا ملي كنت صغير عندي 55 عام فين كان هذاك الشيء ديال التليفونات وهذا الو من غير المغرب شنو البلاد اللي تبغي تعيش فيها حيدو المغرب خلاو تزرتي درتي العالم جلتي شنو البلاصه اللي لا كنشوف راسي في المغرب والو من غير بحال شي نبته شوف النبته كي اللي كتهزها وديرها حاجه حتى في مرحاض ويمكن لها تعيش ما هي با بروبليم وكاين النبته اللي حيتيها من بلاصتها ما تعيش وكاين اللي خصها فيما ديتها غيعطيها الجو ديالها انا من النوع اللي عنده تربه مجدره في هذه ديالها وجو ما فوا با هذا لا يعني ان البلدان الاخرين يمكن يكونوا اقل اهميه ولكن اللي انه عندي ارتباط وانا كنامن جيت هنا با هنا بقى هنا هنا غادي نكون شكون المغني المفضل ديالك في الجيل القديم في الجيل القديم كاع اللي كان اللي كبرتي معاهم اللي القديم القديم كيعجبني فتح الله المغاري وتحيه ليه المغاري من الناس اللي كانوا كيكتبوا تحلى المغاري عرفتي شنو عرفتي شنو سميت فتح الله المغاري بالانجلي بالالمانيه اوبن غاد مزنداخ تخيل تخيل اوبن غاد مزنداخ معاهم بزاف ولكن هو في هذا الجيل هذا من بين الوساط وهذا كيعجبني بزاف نعمان الحلو الاجتهاد ديالو عبقريته ما شاء الله عليه وما عندكش تقول لي انا ماشي انا ولا عارف تحيه ليه تبارك الله عليك رشيد الله كبير انت رشيد اوكي شنو سميت اخر فيلم مثلتيه آخر فيلم مثلته في مسلسل الماضي لا يموت الجزء الثاني الماضي لا يموت واخا واخا تخي بيان واخا صفو على السي رشيد ونرحبوا سليم سليم مرحبا ما تعطلناش عليك لا يلا نشوفوا واش الأجوبة ديالك غادي ماتشيو مع شنو قال لينا انت غتجاوب غير كاينة ولا ما كايناش يلا سلام واخا السؤال الأول الوالد جوج مع الوالدة في 97 لا ما كاينش برافو عليك 96 الحاجة اللي كتعصب الوالد ديالك في الحياة كاملة هو ما يكونش عنده فلوس في جيبه لا ما كاينش خلف النية وما كيبوش النية إلا كان ممكن تبغي نالابوغي ولا لا خذ راحتك شي بالعكس شحال مره كنجد مع هذا الموضوع زعما ديال الفلوس زعما حيت شحال من مره الواحد ملي كيكونوا الفلوس قلا كيقللوا في جيبو الكومبورتمون ديالو كيتبدل كيكون بلوس عصبي تو حتى ملي تيكثروا في جيبو كيتبدل اكزاكتومون زوينه هذه زوينه شي زعما دوزت مع 23 عام من حياتي كنعرفو مزيان وشفت هذا لي دو موند وما عمرو زعما ما تبدل زعما وفريمون كنحيي على هذه القضيه هذه الو النهار الاول اللي تلاقى مع الوالده تلاقوا في فرنسا انا حشمت انا سوق شارع فرنسا انا انا لداخل خرج لي واحد السيد قال لي ما كاش عليك مي سي با غان تلقاني حتى انا ديك فرنسا صافي فهمت صافي جواب صحيح ما كاينش تلاقوا فرنسا الو اول مره ملي نسكن هو الوالده دا يهضرتي عليها قبيله سكنوا في واحد الدار حدا دار والديه لاصقه ورا في الدار والدي داخل دونك كاين ولا ما كايناش لا ما كايناش لاصقه ماشي لاصقه في الدار في دار والدي دونك مزيان مزيان لو اكثر دور عزيز على رشيد اللي لعبو في حياته كامله هو في البرتقاله المره كاين ولا ما كايناش غادي تكون حشومه الا انا وبو ممثل وغادي نقول شي فيلم مثلج كاع فيه غادي نقول غادي نقول ما كايناش ما كايناش برافو عليك المرة الو الوالد الا ما كانش ممثل كان يكون مخرج وي راه مخرج راه سيناريست راه كاين ولا ما كايناش الا ما كانش ممثل هو قال لكم ما كنتش ممثل شنو المهنه اللي كنت غندير كون ما كانش في التمثيل اي ديال الاخراج
لا ماشي جنايه انا قلت لك كان يكون مخرج كاين ولا ما كايناش انا كنقول كاينه 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 لا 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 ما راحش واحد شهر كلهم دابا يقولوا او اللي خنزر فيه ولا عاش كنحلم نكون جورناليست كان ما يكون صحفي كون ما كنتش غادي نكون ما هذه باش نتعقل عليها الحلقه الجايه ان شاء الله السبت الجاي تكونوا معنا ان شاء الله صافي دابا كنديروا هذه الحلقه هذا البرنامج غادي يولي فيه غنديروا جمع العيالات والسبت الرجال هذا مزيان صافي شنو اكثر حاجه كتعصبوا فيك انت انا غادي نقول لك شنو قال لي ياو ديتي كتجبد العيب قوه البنات كاينه ولا ما كاينش مشكل هذا هذا مشكل لا لا ما كاينش مشكل ما كاينش ما كاينش انا هو تيقول لي انك معكاش شي شويه هو ما كاش معكاش قال شوف لا شوف الله يسامح قال معي قيس وقعت تقول لي ملي كنت كتقول لي توحشتك ما كنتش كتفطر معايا في الصباح حتى كنوض كنمشي ندير الخدمه مع 8 ديال الصباح ياك هذا هو المعكاز قال شوف اش قال لي قال لي شي دابا بغى نقول ليه فين هو التليفون ويجي ويدور حدا هنا ويقول لي اه ما كاينش هذه فيا الصراحه هذه فيا كيبقى يقول لي جيب لي داك الدواء في الزرق والاحمر الرايد فرنسا جيب لي الدواء في الزرق انت خصك تعرف شنو هو داك الدواء اللي في الزرق والاحمر الوغ من المغنيين المفضلين ديال الجيل القديم ديالو حجيب كاين ولا ما كاينش صح عندك وي عزيز علينا ولكن القديم بزاف ما كاينش هو الحالي ماشي القديم الوغ من الناس القدام شكون اللي عزيز عليه ما يعرفوش لا انا معاك مع قال فتح الله المغاري فتح الله المغاري وصحابي دابا في المغنيين اللي دابا كيعجبوني بزاف عطا الله اش كيسمي با هذاك المكافح لا نعمل الحلو امشيو ونعمل الحلو نعمل الحلو شحال نسيتيني سيتيني سيتيني عقلتي على داك الدار المدينة القديمة نغني عليك ويلك والدنيا وشحال كان عليها من قيمة عكس هذا سير مرحبا بكم في قطبي قد تالنت واش عقلتي على داك الدار في المدينة القديمة واش عقلتي على داك الدار في المدينة القديمة والدنيا وشحال كان عليها من قيمة الحومة والجيران شي حاجة ناس الزمان كانت الحياة بسيطة نكملوا ما كاين مشكل عجبتني قطبي got talent كل نهار نهار السبت ايزا بليس برافو الو اخر فيلم مثل فيه الوليد اخر فيلم اخر نقول انا راه في الاخر الاخر واش في الاخر اللي باب في التلفازه دابا انا فين اخر فيلم مثل فيه الوليد ماتش لوف حشمتي هو كاينه غادي يقول له 9 ساعات فما يقول لهش كاع لا لا ملي كتكون العشرة ديال الليل تيكونوا وليدات صغار مشاو ينعسوا سبقوا ليا بزاف على سليم الوالي ورشيد الوالي هضرتي على هذه النقطة نبغي ندوز لها غيشوفونا بيان سور وغيقولوا زوين تكون صاحب ولدك فا فورسيمون ماشي بالضروري تكون صاحب ولدك بهذا المعنى ديال صاحب حيت ملي كيكون صاحبك بزاف د الحوايج كيمكن تجرؤوا بيناتهم انا هي صاحبي ملي كيخصني نحيد الكاسكيطه ديال الاب ونكون صاحبه شي حوايج اللي غيمشي عند واحد اللي غيفسرهم له بطريقه خايبه ولا غيمشي للانترنيت وغيفسرها له بطريقه خايبه كيبقى لا بد من الاحترام لا بد من التقدير لا بد هذاك كاب ما خصناش نحيدو حيت انا ضد هذيك العلاقه ديال لا بحال صاحبي وما عرفتش شنو يدير مع ولده لا الاب اب والابن ابن ولكن الظروف في حدود اليوم الظروف كتفرض عليك انك ما تشدتش وعاوتاني ما ترخفش حتى ما يبقاش يدير لك اعتبار نهائيا صحيح الى ولكم دابا في هذا الوقت نقولوا حنا في العائله ديالي كتلقى العائله مجموعين في الدار ولكن كل واحد في العالم ديالو كتلقى الدري والبنت كل واحد في تليفونه كل واحد في العالم ديالو لي باغوم ساكن كتلقى يم معذبين مع الزمان كتلقاهم حتى هما عيانين كتلقاهم حتى هما في العالم ديالهم هنايا
كلما كانت الكونيكسيون بلوس ما بين العائله كلما زعما غتكون احسن. هادشي اللي كنحاولوا زعما حنا نديروه. سي سي فري ضروري يكون واحد الحدود كي قلتي. دابا انا عندي واحد صاحبي مع الاب ديالو ما فتحوا الحدود مؤخرا. قولوا بلا حدود كانوا قاطعين كانوا قاطعين العلاقات. دابا فتحوا زعما نهضروا على رمضان. كتوجد شي حاجه رشيد؟ وي غالبا ان شاء الله كاينين جوج المسلسلات. غتكون مخرج كذلك في ستكوم؟ وي غيكون ان شاء الله لاول مره غادي يكون لك كتب الله. وهذا تعامل مع نبيل عيوش مع أليان برودكسيون مع القناة الثانية إن شاء الله. أول تجربة ديالي في سيدكم في الكوميديا في الكتابة والإخراج ما غنلعبش فيها. دونك مزيان راح تعرف بأن سيدكم هو ذاك الناس كاملين في رمضان هذاك الكريتيك كيمشوا كلهم للسيري ديال الدراما كلهم ناجحين تقريبا كلهم اللي دازوا تيكونوا مزيانين ولكن لسيدكم كلشي كيشعل الكاميرات على السيتكوم. نعم. دونك هذه نعم. واحد المغامره هي مغامره صعيبه وجستومون هادو من الحوايج اللي كنهضروا عليهم بزاف لانه شحال غيبقى الانسان غيكريتيكي. كنظن مغامره خصو يدخل فيها ولكن الا ما دخلتش ليهاش من الكتابه وعطيتها وقتها في الكتابه ما غيمكنش. دونك كنظن انه غيكون جديد من نوعه ماشي غنجيب شي حاجه اكستراوردينير ولكن في التصور ديال ماشي ضروري ندير داكشي شعبي ماشي ضروري ندير الاحمر والزرق والخضار ماشي ضروري لي بيرسوناج كلهم يعوجوا وجههم بوغ فيغي هذاكشي انا ما كيضحكنيش وكيثيرني بالعكس كيستفزني. فغنحاول انه بطريقه جديه بحال اللي كيديروا لي زونغري وغيرها مع الروح الزوينه ديال المغاربه ان نخلقوا دي سيتوياسيون كوميك. فوالا. انت سليم ساليتي القرايه دونك شنو دير في رمضان؟ في رمضان دابا كندوز دابا واحد ستاج في سوسيتي وكنوجد ان شاء الله باش غير ستاج كنقول له مبروك لانه دار الشركه ديالو لانه كيفكر من دابا يخدم غير هو افون ما يدير الشركه يتعامل مع الناس حيت صعيب يباس باغ ان ستاج. الوغ هاد الصوره هادي ابخي ملي دوزتي لا تيست ديالك ياك؟ وي افكتيفمون هادي هنا صافي ساليت في النهار ديال لا تيست جوستومون. صافي ساليت هنا بدينا صافي كنحتفلوا ايتو وهذا فيت فين بغي نقول بان لو سوجي ديالي سيتي واش كلما كنتي زعما داخل في الرياضه كنتي رياضي اكثر واش كتنقص احتماليه بانك غتستعمل لي دروغ في لي ريغيرش. هذا متبوته ومشيت تصورت في قنيطره مع دراري ومع دي كوتش اللي حتى هما دازوا من الناس هاد ليكسبيريونس. قنيطره صورتي مع عادل ميلودي ولا لا؟ لا دوزت بلاكس مع كوتش بلال زكريا صلاح وهيثم اللي كان لي ديديكاس ديالهم. اي تماك فاش خديت ليكويبمنت خديت الماتيريال ديال التصوير اللي هي باش بديت هذا بديت اول حلقات ديال البودكاست مع الوليد. دونك حيتاش كنت داك كنصور في قنيطره وتماك باش خرج البلاغ بان غادي يكون كونفينمون دونك الماتيريال بقى عندي في الدار. لقينا نعمه هي هذيك. برافو عليك سليم. شكون كيلبسك؟ واحد ستيليست خطير هذا. شكون اللي ملبسك هنا؟ راسي. لبستي راسك؟ نقدروا نشوفوا الصوره شويه عن بعد؟ هذا حيت كنت كنقدم هذا قدام هادشي في البيسي في البيسي داري الفوق كتبان ندير انا مهيب لوحدي شويه. يس يس ان انجليش كلشي. هذا منين ساليت صافي جات زوينه غادي تبقى هذه ذكرى مع الوالدين حنايا نبقى نقشبوا ديال في كورونا ما كانش الوقت زعما في ظروف ما ملاماش والحمد لله احنا اللي صعيب داز. برافو عليك. سخولي على سليم ورشيد ولي. كيعجبني نلعب في ليميسيون كيعجبني ندير لي جو بزاف. ندير واحد لي جو كتكتب بزاف لي زيموجي لي زيموتيكون كتصيفطهم بزاف. ها ندوزك دي زيموتيكون دي زيموجي ياك وهما خصك تعرف سميه ديال الفيلم اللي لعب فيه الوالد من خلال هذوك لي زيموجي. يلا نمشيو نشوفوا الصوره الاولى. ايه الوغ هنا فيلم اللي لعب فيه رشيد الوالي. وف 80% ديال الافلام كيدير الحياه ولكن هذيك زعما عاطي الله. لا هادي شنو معنيتها زعما؟ زعما الله يسامح وداكشي ارجوك الله يسامح. رشيد عرفتيها؟ لا. اسف ابي واخا ماشي مشكل ماشي مشكل. الله يرحمه البسطاوي وتحيه لحنان ابراهيم. غنمشيو لي زيموجي الثانيين. فيلم الحوس كار مازال ما بغاش تموت حيتاش لا فيرسيون الحقيقيه ديال الفيلم كنعيشوا حنا في الدار دابا. غنمشيو والله يرحم امينه وبن ابراهيم وبن ابراهيم. مشيو لي موجي
الاخرين ايوا صافي اصدقاء من كندا برافو محمد الكغار تحيه حتى العم هشام هشام وي وي وكنسلموا عليه لان هضر معايا قبل ما تدوز الحلقه داكو سي هشام الا كتسمعني الشك الله يرضي عليك راه تفهم شكرا تهلا فيا مشيو للصوره اللي بوليا فراشة بابيون مع صغا بيرلس توتافي شي حاجة فراشة زيد قلت له صمت الفراشة هو هذاك صمت الفراشة صمت الفراشة برافو برافو مشيو الصورة أخرى هذا كور ميتراج ياك وي شحال الكور ميتراج ديالو الدبابة وأنا لكن علاش هذاك هذاك شنو هذاك شو أنا واش هذا دولي بران الدبابة البيضاء الدبابة البيضاء الدبابة البيضاء يلا مشيو لاخر اخر فيلم شنو هاد العجب بلاستيك هذا شي قناه سميه ديال الفيلم سميه ديال الفيلم كاينه في الصوره اهبا صوت نسيتي يا رشيد وسالي يقولوا يقدر شي حاجه فيها الماء شي حاجه كانوا يحرقوا ولا شي كان نسيت شنو كنشوف في الاول بلاستيك بلاستيك مع رقاقنا بلاستيك وي كور ميتراج وي صافي خير بلاستيك 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 شنو نقول لكم ما سخيتش بكم ولكن مازال نزيدوا شي نرحبوا بواحد الفنان اللي تيكون معنا كيف كل نهار حنا كي تنقولها في كل حلقه هذه ربع سنين وحنا كندعموا الشاده كتعرفوا كتدعم الفنانه ولكن كندعموا حنا فنان واحد كنحاولوا مع هذه ربع سنين صباح شبا غادي نحاولوا عاوتاني ندعموا اليوم نرحبوا كاملين بكابايله سعيد صافا نهار كبير هذا سي سليم بخير صافا سي رشيد لاباس عليك واش خلاه الله وصافي حالتي حاله الله الا حالتي حاله شنقول لك عرفتي واحد القصه دوزتها خياليه دوزت واحد الليالي بيضاء نعاود لكم واحد القصه واخا نعاود لك تفضل دابا سيدي جاو عندي واحد الاصدقاء من كندا قالوا لي الله يخليك انا كنتي كتعرف شي باحث بغينا شي دار جنب البحر قلت لهم بلاتي علاش لا نقدر نسول لكم الناس ديال الحومه ما ربا ما لقاو شي دار عييت باش كنسول الناس ديال الحومه لقيت سولت شادي عنده واحد الدار مشروكه لكن الدار اللي فيها هي ما فيهاش الكونيكسيون ديتهم عندي لداري فاش عندي لداري جات عندي بنتي قالت لي اسف ابي راه ما عندناش الكونيكسيون بقاو ناسين عييت لها لا القلده جات سايب لي الكونيكسيون راك لي في الليل كتسمع الغوات واو كتغوت الباتول مالها ودر لها الخلخال ديالها انا عرفت باللي خاص تكون محاكمه ديال امراه درنا مداوله بعضياتنا وعرفت باللي كاينين شي ناس في الحياه مستضعفون عبروا في صمت الماضي لا يموت برافو برافو عليك برافو عليك كبايلات شكل اليوم محرمتي حمرتينا وجهنا تضريت حال ديما كنحمر لكم وجهنا شي السيد هذا والله الا استعز عليه وحق الله يحفظك يا ما كنت صحافي احسن انترفيو درت في حياتي كانت معك الله يحفظك حضرتي كلشي انت طبيعه الحال درت كلشي واليوم كتعرف طبيعه الحال انا سي رشيد وسي سليم يعني كتعرفوا السي عماد الصحافه مابقاتش موكله الغناء هو اللي موكل الغناء تنغنيش ومدعموا فيه في الغناء مابقاش موت مابقاش واكل هذاك داكشي علاش قررت انني نولي ممثل بغيت نولي ممثل نقدر ندير شجره طبيعة الحال عندي بزاف ديال المواهب ولكن الحمد لله داكشي علاش اليوم بغيت نبين لكم يعني المعاناه ديالي كيفاش حتى بغيت نولي ممثل تفضل الصفيقات ديالكم شكرا كبايله في الاول كانت انا ضرايف وباغي نولي فنان مخرج لي كمشي عنده تيقول لي انت حشمان ما خليت هشام جباري ما خليت قبل مجدوب تحطمت لي احلامي حلم التمثيل بدا كيدوب بالاول كنت انا ضرايف وباغي نولي فنان مخرج اللي مشيت عنده تيقول لي انت حشمان ما خليت هشام جباري ما خليت قبل مجدوب تحطمت لي احلامي حلم التمثيل بدا كيدوب دابا اسمعني يا سينوالي عطيني شي دور كون هاني نقدر ندير محامي نقدر ندير برلماني we
ولكن اسمح لي كبايلة، قلتي واحد في الأغنية ديالك اعطوك دور وخا برلماني. صعيب باش دير ممثل برلماني. علاش؟ حيت هما كيمدوا ياسر ياسر والله يكون عندك سكروير تكون عندك انتاج ومن بعد كدير كتبث انت بعدي ما تساكش شكون ياسر على كاميرا سامع عليك. ميرسي 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 اخويا. شي غادي طاير في الزربه؟ لا لا شنو مازال ما درناش؟ جاب لي الله درنا كل شيء. شي بودكاست بعدا مع بعضياتنا خصنا نديرو شي بودكاست. عرضوا عليا انتما دابا البروجي ديالكم مازال غادي مازال بودكاست وان شاء الله نرجعوا بعدا عن قريب ان شاء الله. اييه دونك شنو اللي غيتبدل دابا؟ شي موديفيكاسيون على البروجي على ليميسيون ولا تتغادر تستقبلوا ضيوف؟ كاينين جوج حوايج. كيستقبل ضيوف هو في خلق زيادة على البودكاست واحد المحتوى قريب ليه، ولكن البودكاست ديالنا كأب ولده غادي يكون الجزء الثاني ديال واحد درنا 27 حلقه لا دوزيام سيزون ان شاء الله سافا ايتغ اون تورني ا ترافير لو ماروك اللي غنمشي نشوفوا فيهم الناس البساط نشوفوا البوادي نشوفوا هذا باش ان فيس دو فوار لي جون كيفاش كيعيشوا بالحقيقه ديالهم. حيت كيكون عندك لي مويان كتقرا في احسن المدارس كتعرف احسن كيكون عندك بزاف الامكانيات ما كيجعلش منك راجل كيجعلش منك بالفرصه انك كتعرف شنو كيعانيوه الناس. دونك باش تدوز المرحله الاخرى كيخصك تعيش الناس الفري الناس اللي عندهم احلام بسيطه وصعيب انها تحقق. دونك هذا دوزيام بارتي سافا تخسر ان شاء الله. الله يعاونكم. ما كتفكروش يقدروا اللي بتات برنامج تلفازي ان شاء الله؟ حنا خدامين عليه نيت هذا الشيء هذا اللي قال لك دابا راه سي فكره ان شاء الله ديال واحد البرنامج اللي نتمنى ويكون الى احتضنات شي قناه وسافيك بليزير. سينو الانسان اليوم ما يوقفش ما شنو لو برينسيپ سكو ما نتسناوش ما خصناش نقولوا ما عطاوناش فرصه. ما اليوم اي واحد عنده تليفون راسو يقدر يدير اللي بغى. كتبت هي هذيك ما كتبتش. حنايا عندنا استوديو حنايا في الدار كنصوروا مع بعضياتنا وكنصوروا مع الضياف كيجيو عندنا وكيرتاحوا. دونك لو كونتوني هو كاين ان شاء الله. برافو عليكم الله يعاونكم في هادشي كله اللي كديروا. انا عجبني الحال باش استقبلتكم بجوج اليوم. شكرا. وانا ملي اتصلت بك رشيد شنو قلت لك؟ واي شنو قلت لك؟ قلت لك كونديسيون معك سليم. كيما كان سليم كاين والو ما صار حاجه. سالينا ولا شي جيت نوقست هنا مهمش لا حاشا حيت الانسان كيفرح ان ولادو يكونوا زعما الحمد لله تعطى لهم القيمه ويعتمدوا على راسهم. وبما انه في الكوميونيكاسيون انا سام في بليزير دابا بالنسبه ليا غادي يعاونك هو غادي يعاونك احسن ستاج جوستومون. شتي الا كنهضروا على بودكاست اجوردي انا ما كنتش نعرف شنو هو البودكاست لانه يمكن ولكن اللي خلاني نعاشر شاك جيل كيجي كنعاشرو حيت جو سوي توجور اليكوت وكنتعلم. حيت هي دي شوز اللي الانسان ما خصوش يقول لها هاد الجيل ما كيفهمش. وريتيه تيندر؟ لا ما خدامهاش تيك توك راه فيه تو ما محتاج كاع تيندر المشكله راه هو صافي راه غادي يخرج صافي دغيا سالينا ياك دغيا كنت عندي ما تسالك. راه غادي نمشيو نديرو واحد لو تيست باش نساليو هاد الحلقه ان تيست دو كونفيونس شوفوا واش كتيق في الوالد ولا ما كتيقش فيه. أشعر عجلكم هاتشي دابا على شادة تيفي. بقوا معنا كتعقل على الأسبوع الفرس الكولونيل محمد يمتطي فرس السعادة كيقطع المطاف 13 ثانية بدون خطأ. نعم هاتشي اللي غنحاولوا نديرو دابا. نعم كرونو ولا غير لا بلا كرونو ولكن غتحاول. دونك كاين تسعود ديال الحواجز الزوستاكل خاصك تبع اشنو غادي يقول لك الوالد. زيد عليه من على اليسار خطوه واحده خطوه قدام تتفوتوا هذا الباركور ونشوفك واش تايق في الوالد ولا لا. يلا تحت التصفيقه ديالك. الرجل اليسرى لاصقه مع اليمنى اليسرى لاصقه هكذاك ودير خطوه كبيره شويه تزيد زيد 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 اهبط. لا خطوه ديالك كبيره بزاف رجع شويه شويه رجع شويه هكذاك برافو زيد لاصقه اخرى معها على اليسار شويه لا اليمنى هزها وسير على لا هزها شي مشكل كون جدي هزها ماشي جنب اوكي بلاتي نعاود نرد واحد كل ولدو اوكي دونك هزها بحال هكا كيدير في الحياه. اوكي المشكله كيشرح ليه هو ما كيشوفوش. هزها هكذا اهبط لا رجع باليمن هز وي ترى لا ماشي بزاف صافي نطلع انا بس يخسن طلعتي لا صافي سي تري بيان هاك برافو عليك. زيد جوج خطوات زيد ارجع هكذاك
رجع علي ديك ليسر جنب زيد 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 سير على جنب الكليسر واحدة أخرى خطوة واحدة أخرى سير زيد واحدة أخرى رجع دابا اللور رجع اللور هكذا واش خطوة ولا هكذا خطوة اللور جوج زيد يلا بالخف جوج زيد واحدة نص نص خطوة دابا سير على اليسر سير على اليسر رجع شوية هكذا دير على اليسر نص خطوة رجعتيني بلاصتي سي تري بيان نص خطوة على اليسر دابا نقز هذيك دوز ها هبط انا دابا ما ديرش خطوه كبيره صاحبي احنا في استوديو صغير واش كان مزيان لا نص نص هاد الخطوه اللي درتي برافو دابا السقه الاخرى هبط دابا خطوه صغيره عندك هذاك راه نضره تاع الرسوم ها لا لا ارجع شويه نص برافو عليك والله الا برافو لا عندك رجلي كبيره نقزت هذيك 45 الله يخليك نقز هذيك هذاك هذيك نقزها قدام شويه لا 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 ديريكت انت هكذا ديريكت شنو ديري لا دور 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 هكذا لا صافي دابا نقز شويه نص خطوه نص خطوه هبط برافو عليك برافو برافو اجي على يدي اليمين خطوه كبيره على اليمين كبيره على اليمين نفس البلاصه في هذيك يلا خطوه كبيره فوالا انت رجع جوج خطوات ديريكت مايكل جاكسون زيد زيد مايكل جاكسون واحده اخرى زيد زيد مايكل جاكسون واحده اخرى زيد نص خطوه زيد زيد واحده اخرى زيد واحده اخرى يلا خطوه دابا نص خطوه على اليسار كبيره صغيره لا غير صغيره تفضل صغيره لا زيد نقص شويه رجع رجع نص دابا هز رجليك هذيك عاليه شويه ودير واحد الخطوه ديما عاليه ملي كتقول عاليه ركبه شنو حتى هنا لا قل هز هز وانا نقول لك بركة علم اليمنى هذا واش نقص بعدا كبيره ولا صغيره لا هز اليمني لا اليمنيه القدام هكذاك ودير خطوه برافو هبط هبط عندك البيض زيد زيد تما البيض صافي الاخرى حطها عليها حدا هز برافو عليك دابا دير خطوه يلا من تما دير خطوه كبيره باليسرى دير خطوه مزيان تري بيان دير نص خطوه بهذيك اليسرى نقز هذا الحاجز قدام قدام كتقول لي نقز حاجز صافي الحاجز سهل شنو هو غير دوز دير خطوه برافو زيد زيد دابا دير دير خطوه كبيره بحال ليو ناعس انت ما بغيتيش تحرك زيد كبيره هكذا معلم افو برافو صافي مرحبا بك اوكي ياك برافو عليك برافو عليك برافو عليك حتى ليو يا راك درتي غلط واحد في الاول اللي كان وفاجوج وما دير واحد اونس واحد سي با مال طيح هذيك الليمونيه سي با برافو عليك دونك ربحتي بعدا كنت تفعل ربحتي معنا نضار ما هي خاصني مني هادو ديال الاخوين هذاك القرايه تاع الكاس كيبان لي كلشي قريب تبارك الله عليكم اش نقول لك انا تنقلب زعما على شي حاجه صافي سالينا كلشي برافو عليكم الله يخليكم ديما بحال هكا ديما مازال تزيدوا بزاف وتحيه الاخ ديالك اللي فتوى في الولايات المتحده الامريكيه كيتفرج فينا ادم هذه كيتفرج فينا السي ادم شي سام طبعا الحاله تكون كتفرج وتخاف هشام حتى هو غادي يكون كيتفرج فوالا كنسمع عليكم كاملين شكرا اللي كنتو معنا في هذه الحلقه شكرا بزاف للميوزيسيان اللي معنا رضا منعز وليد شكرا بزاف مره اخرى على سليم ورشيد الوليد